حقيقة أنه إحنا اليوم في جمعية المنتدى الطبي مديرية صحة محافظة دوركرب بالتعاون مع شركة نوفارتس تحيي يوم السكري العالمي. هذا اليوم مخصص لمرضى السكري في محافظة دوركرب، حيث قمنا باستدعاء مجموعة من المرضى وليس كل المرضى، لأنه لا يوجد إمكانية لاستدعائهم كلهم. يعني عدد كبير من المرضى في محافظة دوركرب، 1200 ملف تقريبا موجودة لدينا مديرية صحة دوركرب. تم استدعاء حالات بحاجة إلى نوع من الرعاية والعناية، حيث تم في هذا اليوم تقديم لهم الفحوصات المخبرية، فحوصات طبية، فحص العيون من خلال مستشفى سان جون الذي حضر مشكورا للمساهمة في هذا اليوم الطبي لتقديم الخدمة لمرضى السكري، حيث يجرى لهم فحص عيون مميز من خلال أجهزتهم الحديثة المتطورة. كذلك نقوم بإعطاء الإرشادات والمعلومات الصحية اللازمة تحت شعار أن مرض السكري مرض ممكن التعايش معه، وذلك إذا تم الالتزام بالتعليمات الطبية، الإرشادات الصحية، التثقيف الصحي الذي نقدمه من خلال مركزنا ومن خلال هذا اليوم للمرضى، حيث تم استضافتهم بعيدا عن جو المراكز الصحية في جو أسري في أريحية، بعيدا عن الشعور كأنه هو متوجه كمريض وبحاجة رعاية طبية. لا، إحنا هنا بنستضيفه بجو مريح يتم الحديث معه من قبل طواقمنا المتخصصة في هذا الموضوع، إجراء زي ما ذكرت الفحوصات المخبرية اللازمة، فحوصات طبية معينة، حتى نستطيع نشعرهم بمدى اهتمامنا بهؤلاء الفئة من المرضى، وحتى كذلك نقنعهم أو نوصل لهم أن مريض السكري حقيقة إذا كان لديه التزام عالي بما يوصى به من قبل الأطباء والطواقم الطبية والتزم بالعلاج والإرشادات الكرة، هو مواطن عادي لا يعاني من أي مرض يعطل عن أداء مهامه المطلوبة منه. هاي بمناسبة يوم السكري العالمي، كل سنة بندعو نعمل دعوة عامة لمرضى السكري، بنعمل لهم اجتماع عام، من خلال هذا الاجتماع بنعمل لهم تثقيف صحي جماعي عن مرض السكري بشكل عام، وبنقدم لهم بعض الخدمات الغير متوفرة عندنا بالعيادة، مثل ندعو أطباء العيون مستشفى سان جون من القدس، نعمل عملنا مثلا اليوم حوالي 50 فحص عيون شبكية العين مجاني، وبنعمل لهم فحص التراكمي مشان نشوف انه السكر منظم، برضه هذا مجاني، غير انه فحص السكر العادي والوزن والطول مشان نشوف الوزن المثالي للجسم. واهم شيء في هذا اللقاء ان بنجمع مرضى السكري مشان يتعرفوا على بعض ويتدارسوا مشاكلهم بشكل جماعي وكيف يحلوا مشاكلهم، وهذا كان الهدف الرئيسي من الاجتماع اليوم. دعونا عشان في يوم طبي للسكري، كل نروح على جميع المحافظات، رحنا قبلها رام الله على نابلس، واليوم كان على طول كريم عشان نفحص السكري بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية. الإقبال كان جيد لا بأس به يعني، بس كان مش يعني كان المفروض يكون أكثر الإقبال، وتنظيم كان المفروض يكون أكثر تنظيم من هيك.